بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد واله واصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في حضرة أمير المؤمنين إمام الإنسانية وإمام القيم والباحث عن العدالة وشهيد العدالة. علي عليه السلام أيقونة إنسانية، أيقونة إسلامية تستحق منا هذا الاحتفال في يوم مولده. في هذا اليوم العظيم نستحضر قيم ومبادئ علي. علي بن أبي طالب، القيم السامية والمبادئ التي أسس لها وتمسك بها حتى يوم استشهاده. أمير المؤمنين علي عليه السلام صاحب المقوله الإنسانيه الناس صنفان اما اخ لك في الدين او شبيه لك في الخلق هذا المعيار وهذه القيمه تجسد وتحدد المسار الإنساني بالتنوع هذا التنوع إلا الله سبحانه وتعالى من بها العراقيين هذا عنصر قوه وليس عنصر ضعف ولكن أعداء العراق وبعض البسطاء حاول أن يحول هذا التنوع في العراق إلى عنصر صراع واختلاف لا بالعكس أمير موني يقول هذا التنوع عنصر قوة وجب أن نستفاد من هذا التنوع ولهذا انتبه الإمام السيد السيستاني حفظه الله منذ اللحظة الأولى عندما مر العراق بظروف صعبة ومعقدة وهناك من حاول أن يشعل حرب أو فتنة طائفية في العراق فكان يقول الإمام السستاني حفظ الله ودامه للمسلمين للعراقيين للإنسانية جميعا أنتم أنفسنا كانت رسالة الطمأنينة هذه الرسالة التي كان يركز عليها علي عليه السلام هذا هو الإمام علي هكذا فهم الإمام علي العراق بتنوعه هذا هو علي الذي أدار الدولة بهذه العقلية وبهذه الروحية من المحبة والتسامح ووضع أسس هذه الدولة هنا في هذا المكان هذا علي الذي تعاطى مع الفتن ومع المؤامرات بروح الصبر والتسامح والمحبة من أجل المستقبل واليوم نحن أتباع علي جيناً بعد جيل نحتفل بهذا الموروث وبهذا التاريخ. علي صوت العداله الانسانيه التي قال عنها جورج جرداغ الكاتب والمفكر اللبناني اليوم اتشرف ان اكون في النجف الاشرف هذه المدينه المقدسه الطاهره هذا المكان الذي كان يحكم فيه علي عليه السلام هنا استشهد وهذا مرقد علي الطاهر وهذه قبته ومنارته الذهبيه هنا الحوزه العلميه هنا التاريخ، هنا مراجعنا العظام. هنا كل شيء ينتمي إلى علي. علي أمير المؤمنين الأيقونة الإنسانية. هنا معقل اللغة العربية، ومعقل الشعر والأدب والفقه والكلمات الخالدة. هنا مركز العلم والفلسفة والفقه الإسلامي. من هنا كل المذاهب الإسلامية خرجت من مدرسة علي. ومن هنا انبعث الجميع العلوم الاسلاميه لهذا يجب الحرص على استمرار النجف بدورها وان تكون النجف فريده من نوعها انها كمورد للعلوم وللقيم ولهذا استحضر مقوله لاصحاب الاختصاص الذين قالوا لي ان في النجف من العلوم يفوق ما موجود في كثير من جامعات العالم لهذا يجب ان نعمل أن تكون نجف نقطة التقاء تحتضن الآخرين وادعو الجامعات العالمية إلى الاستفادة من النجف ومكتباتها ومخطوطاتها لأن النجف رسالة إنسانية وقول العراقيين نجف رسالة وطنية نجف علي كانت وما زالت ساحة لقاء والتقاء وجميع لقاء الجميع على كلمة الحق والإنصاف والوحدة والإنسانية وحب الاوطان علمنا امير المؤمنين من الايمان وعليه يجب ان ننطلق ونحول هذه العناوين الى فرصه للنجاح. ايها العز العراقي يمر بظروف صعبه ومعقده ولكن كل المنطقه اقليميا ودوليا تمر بتحديات وظروف صعبه وعليه نرى اليوم في العراق في بعض الاحيان مع الاسف الشديد بعض الازمات السياسيه نصنعها بانفسنا علينا ان نعتبر من امير المؤمنين كيف تعاطى مع المحن ومع الفتن كان تحدى هذه المحن بالصبر والتسامح علي لا يعرف الحقد علي يعرف المحبه ولهذا عندما ضرب ابن ملجم ملعون امير المؤمنين كانت وصيه علي للامامين الحسن والحسين عليهم السلام ضربة بضربة ولو عفوتم خيرا فعلينا ان نعمل على مبادئ وقيم علي في المحبه نحن كعراقيين نحتاج ان نحب بعضنا بعض وان نحمي بعضنا بعض اليوم نحن في مس الحاجه الى روح المحبه والامل لكي نعبر هذه الازمه من اجل خدمه ابناء العراق الذين في مس الحاجه تعرفون ظروف العراق مرنا بظروف صعبه منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظه وجدنا في مسل حاجه الخدمات ابنائنا في مسل حاجه التعليم وعليها ان نعمل بروح الفريق العمل الواحد وننسى خلافاتنا بحق علي حتى نصنع المستقبل نحتاج للعمل على منع الفرقه ولكن هناك من يدعي انه ينتمي الى علي علي غير قابل للتجارة أخوان علي غير قابل للتجارة علي قابل للمبادئ والقيم وعليه يجب أن نعمل بكل ثقة على بناء روح التآلف ومنع الصراعات السياسية ومنع الأكاذيب التي يتداولها البعض بوسائل التواصل الاجتماعي صنع إحساس بفقدان الأمل يجب أن نبحث عن الأمل ويجب أن نبحث فرصة من أجل بناء المستقبل أنا أقول في مثل هذه الأوقات الصعبة يبرز دور قادة المجتمع ويبرز دور رجال الدين وعلى كل المستويات ومن خلال إرسال رسائل الأمل والدعوة للتآخي والمحبة والتعاضد ونبذ الفتن ونبذ الفتن بين أبناء الوطن الواحد مهما كانت اختلافات السياسيه يجب ان نعمل من اجل العراق وليس من اجل مصالح شخصيه او حزبيه ضيقه على حساب الامه وعلى حساب الشعب. وعليه يجب تبني قيم علي بالتعايش وقيم المحبه التي عرفها شعبنا جيلا بعد جيل والتي تعلمها من قيم علي عليه السلام. في ختام كلمتي ابارك لكل الاخوان لهذا الجهد الطيب في إحياء هذه المناسبة وافتتاح هذه المنارة أتمنى لكم جميعاً ولشعب العراق العظيم ولبنان كل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكسو اليتامى من الديباج كله